فرنسا. عندي كلام أعلننا عنها تقريبا قبل أسبوعين بداية بنهاية شهر واحد. كانت مطالبنا بالبداية قبل الوقفة بأنه إحنا بس نقعد مع الوزير ونتحاور معه مع وزير التعليم العالي، لأنه عدد المتضررين 24,000، مش طالب وطالبين ولا 100 ولا 200، أنت بتحكي عن 24,000، يعني بتحكي بالألوف. فللأسف ما كان في تجاوب، وآخرها الوزير عمل لي بلوك على رقمه عشان ما تواصلش وقتها. إحنا أعلننا وقفة عشان أساس نقعد معه. إحنا الآن أنا وصداح والشباب مجموعة كبير من النواب يرجعوا منح وقوله، كل واحد كان يأخذ منح وقوله، كل واحد يكمل دربه وإحنا حكينا في الطب أكيد سمعتوا، حكينا بالطب في هذا الزمن. المشكلة إنه رئيس مجلس النواب، مشكلة ساعتك، المشكلة بإنه رئيس مجلس النواب بكل حدا بيجي يناقش بصير يقول له مش المكان، مش موجود الوزير عشان تناقشه، مش ما احنا حضرنا، شو عمل مداخلات؟ الدكتور مصلح الطلاونة كان مسافر، والدكتور حسن السعود لحظة، الدكتور حسن السعود طلع على التلفزيون ما عرف يرد آخر شيء، صار يشكر بالوزير، ما بيعرف القضية، يعني أنا اللي بعت له انتوا صوتنا، انت نائب على راسي، انت نزلت وعبرتنا، ان ساعة من نادي بالنواب اللي بتطلع نواب بتنشيطنا، شو بتستنوا؟ شو برن على، رنيت على 10 نواب، تمام، كل نائب بحكي لي انا مش بالمجلس. طب انت شو شغال؟ معناته انت بتاخذ مصاريك عشان تشتري سيارة مش عشان توقف معنا. يوقفوا معنا مع حضرتك على راسي، انت وقفت معنا بس ايد واحدة بتزقف؟ لا، معالي الوزير له ساعة هون، في نائب رن علينا بيحكي لنا الوزير مش راضي ينزل. احكي تفضل. اولا انا بالمناسبة انا الدكتور احمد الرقب، عضو كتلة الاصلاح، وزملائي قبل قليل الاستاذ صاهر العرموطي والاخ محمد الظهراوي والدكتور صداح ومين كان موجود معنا كمان والدكتورة صباح، كلهم حضروا وان شاء الله انهم بيسدوا عن جميع مجلس النواب. الامر الثاني، احنا ما ان سمعنا بهذا الموضوع يمكن قبل على الاقل اسبوعين، انا شخصيا قدمت مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء بمراجعة الأسس وهي موجودة بالصحافة والإجراءات التي تم على ضوئها منح القروض والمنح. الأمر الثاني، الآن إحنا وجودكم هذا مهم جدا، ما في قضية بتروح وراها مطالب، سمعيني أنا بصر على هذه الوقفة الحضرية لكم والرائعة جدا، لازم تستمروا فيها. إحنا الآن مع وجود الدكتور الصداح وزملائنا اتخذنا الإجراءات التالية العملية. أولا تم الاتصال مع لجنة التربية والتعليم وتم الاتفاق على الإجراءات العملية. واحد، أولا يكون عندنا يوم الأحد اجتماع مع لجنة التربية والتعليم بحضور معالي وزير التعليم العالي وذوي الصلة وصندوق المنح والقروض، كل المعنيين بهذا الموضوع أمام كاميرات التلفزة والإعلام للوقوف بشفافية على مجريات الموضوع وإحداثيات الموضوع. هذا أولا. ثانيا تم الاتفاق دكتور صداح على إصدار مذكرة يوم الأحد، أنا إن شاء الله بعد إذنكم راح أصيغها بنفسي ونوقع عليها جميع النواب، ابتداء من هذه اللحظة سنصيغ المذكرة للمطالبة بالحقوق الطبيعية والمشروعة لكم. ثالثا تم الاتفاق مع الدكتورة صباح قبل قليل بحضور الأخ إبراهيم، وأنتم الآن سمعتم وشاهدتم، على مخاطبة رؤساء الجامعات بالوقوف عن المطالبة بالرسوم وتأخير رسوم حتى يصار إلى حل، وعدم سحب الجداول حتى يصار إلى حل هذا الموضوع عمليا بما يرضي الجميع إن شاء الله تعالى. وراح زميلكم إبراهيم بتصور مع الدكتورة صباح ليتم الاتصال مع رؤساء الجامعات بهذا الصدد. تم الاتفاق أيضا على أننا سنبدأ بمخاطبات واضحة من جميع الزملاء لمعالي وزير التعليم العالي للاستماع وفتح الباب، والحكومة مطلوب منها تفتح الباب لكم على جميع الأصعدة للاستماع إلى جميع ملحوظاتكم. أعتقد أن هذه الأمور عملية ممتازة. بدي أحكي نقطة أخيرة لكم،
انا بحترم ردود فعلكم. اكيد انتم الان يعني متضايقين والدنيا برد وردود فعلكم اكيد يمكن نخرج عن النص شويه، لكن انا بقدر هذه المشاعر، انا بقدر هذه المشاعر وتاخركم واولياء اموركم بنقدرها لكم جميعا، لكن انا بنصحكم وهي زميلي الدكتور صداح الى جواري انه احنا بلاش نطلع عن الخط الموجود، خلينا نركز على القضيه المطلوبه. ما هي القضيه؟ عودة القروض والمنح إلى أصحابها كما كان في السابق، تمام؟ لما وقفنا على باب وزارة التعليم العالي 3 أيام وإحنا واقفين، ما كان واصلكم القرار إنه في ظلم في المنح والقروض؟ لجينا هون على باب المجلس، تذكرتونا؟ تذكرتوا إنه في طلاب محرومة من المنحة والقروض؟ ما أنا عارفة بس الوزير مش سامعنا. إحنا كما قلت تخرجوش عن الخط، خليكوا على الخط. الانتقادات كثيرة، يمكن أنا بنتقد قدك وزيادة، خل ركز معلش معلش الله يرضى عليكم، خلينا نكون في غاية الحضارية في المطالبة بحقوقنا، كل الاحترام لكم وتحملوا شوية، ما بضيع حق ولا مطالب إن شاء الله، الله يعطيكم العافية. إحنا الآن قمنا بالإجراءات التالية، لجنة التربية والتعليم ضربت موعدا محددا يوم الأحد للقاء مع لجنة من الطلبة ومعالي وزير التعليم العالي ومسؤول المنح والقروض في وزارة التعليم العالي ليصار إلى مراجعة جميع الإجراءات التي تمت، هذا أولا. ثانيا تم الاتفاق مع عضو لجنة التربية الدكتورة صباح زي ما سمعت أنه يخاطبوا رؤساء الجامعات بتأخير إجراءات اقتضاء الرسوم وتعليق الجداول حتى يتم معالجة الأمر. منظمات عالمية تدعم الجامعات الحكومية كلها بملايين الدنانير من أجل هؤلاء المحتاجين من الطلبة الفقراء والطالبات. لا لا إن شاء الله هذا حقهم وهذول طلابنا، وأنا مع مجانية التعليم أصلا بدون قروض ولا منح أصلا، الدستور كفل لهم مجانية التعليم، فإن شاء الله إحنا أمورهم رايحين نحلها. والآن رتبنا الأمور، أول شيء نتبنى مذكرة نيابية ونقدمها للحكومة الجباية، الساقط شعبيا أصلا لازم همه من تلقاء نفسه أنه يتبنوا مطالب طلابنا. الشيء الثاني رايحين أيضا ندعي الاجتماع، اتصلت مع الدكتور مصلح رئيس لجنة التربية ورايحين ندعي ممثلين عن الطلاب، وإن شاء الله يوم الأحد بنجتمع مع الوزير المعني إن شاء الله. اليوم في حديث عن تعديل خامس لحكومة الرزاز، هل أنت مع التعديل أم مع رحيل الحكومة؟ مع الرحيل، مع رحيل أصلا الحكومة، سقوط المجلس وحل المجلس انتهى خلص، شو أكثر من هيك؟ شو قدموه؟ بكفي مصايب على المواطن الأردن، شو جايين يعني لمؤاخذة؟ كهرباء رفعوها وهي المي بدهم يرفعوها ويحرم 35% من شريحة المنتفعين من دعم الخبز، هذه أهم منجزات حكومة الجباية.